السلام عليكم، نقاش العربي، ساكن في الدار البيضاء. جيت لواحد المصحه هنا، جبت الاب ديالي البارح، سويت ان كريز، دينا عند الدكتور ديالو اللي تدير ليه السويفي ديالو، قالت لينا اورجونس تمشي يدير ليه لوبيراسيون. جبنا المصحه هنايا جون جوريس اللي حدا الكونسولا ديطالي، قالوا لينا كوم كوا ايفيكتيفمون غادي دير واحد لا راديو ديال باش نشوفوا ليه شنو واقع الداخل. تعطيونا 2000 درهم، عطيناهم شيك ديال 2000 درهم. ابخي جيت انا والاخ ديالي باش قالك خاصو يتوبيرا، قلنا لهم داكور اشنو، قالك تعطيونا شيك دو غارونتي 20000 درهم، قلنا لهم على بريزون شارج، قالوا لك اودي سي ان اوتر سوجي. جينا اليوم ندفعوا لهم لا بريزون شارج، نهضروا معاهم على لا بريزون شارج ونقولوا لهم عطيونا لي دوكيومون باسكو راه مشينا عند سي ان اس اس، قالوا لينا خاصكم هذا خاص الكلينيك هو اللي يتكلف. قالوا لك اودي ما نعطيكش لا بريزون شارج، ما نعطيكش لا بريزون شارج. قلنا لهم علاش؟ قال لك حنا ما تنتعاملوش بلا بريزون شارج. قلنا لهم الشريف بوركوا ما تعط، بعدا اول حاجه لا فاكتوراسيون بقاو واحد تيدوزني الاخر. من بعد قلت لهم واش راه فوزات كونفونسيوني مع لامو، بوركوا با بوركوا با علاش ما تقبلوش هذيك لا بريزون شارج. هضرت مع الناس ديال سي ان اس اس، قال لك اودي فوزتو يا لو دغوا باش تكون عندك لا بريزون شارج، ويزون اوبليجي باش ياخذوا لا بريزون شارج. جوسكا بريزون من العشرة الصباح وانا تنهضر في هذا الموضوع ديال بريزون شارج، وهاد الناس تيرفضوا بتاتا انهم ساشون بيان بانهم كونفونسيوني، تيقول لي انا ما نقدرش نصرف، انا سيغت كونفونسيوني ولكن ما عنديش الرباح. قلت لي الا انت ما عندكش رباح دون سو كالا متى ما تسينيش كونفونسيون، ريزيلي لا كونفونسيون ديالك. ما عيطوش لهم لا سينيس. كانت اتصالات مع حد الاصدقاء رفضوا انهم يجوبوا، هذا ما غنعرفش شنو وقعنا في الكوليس، مي انا اللي علاقتي بهم هو انهم تيرفضوا بتاتا، تيرفضوا بتاتا انهم ياخذوا عندنا لا بريزون شارج، تيرفضوا بتاتا جوسكا بريزون، تيرفضوا بتاتا انهم ياخذوا عندنا لا بريزون شارج. لا ماشي منعوني صراحة، دابا دخلات الأخت ديالي تشوفوا، أنا ما عنديش مشكل في الدخول وفي الخروج باسكو راه كلشي مأونغوجيستخي عندهم، دخلت ناخذ الكافي تندخل عند فاكتوراسيون تنخرج، ما عنديش مشكل. دابا منين الأمور تطورت راه دابا تبلوكيت هنايا، كاميرا كاينة كاينين الناس، مي بون أنا ما عنديش المشكل أن كاينين العائلة ديالي راه غادي تدخل تشوف الأب ديالي، أنا ما عنديش مشكل، أنا يحلوا معايا المشكل ديال الفاكتوراسيون ديال لا بريزون شارج. ما سمعتكش يا استاذ؟ الاجراءات القانونيه. انا الاجراءات القانونيه هو انني جي في ابيل القانون، غنتبع المسطره القانونيه، ما نقولش دابا شنو كاين، مي انا متبع المسطره القانونيه ديالي. غادي نشوف حتى انا محامي ندعى معاها باسكو هاد الناس سي جامي ما قبلوش معندي لا بريزون شارج وبقات الغدا راه ما كاين والو، خاصني جو دو بيي لو ليكيد. مي انا هاد الناس خاصهم قانونيا كاينه كونفونسيون موافق على لي كلوز ديال الكونفونسيون، خاصك تاخذ معندي لا بريزون شارج. ما خديتيش معندي لا بريزون شارج راك في وضعيه غير قانونيه. هادشي اللي كاين وشكرا.